حياكم الله وهلا بكم. فلنا اليوم ننتقل لدولة عربية شقيقة لكن من دولة أوروبية طيبة. الأجمل ما في ضيفتنا اليوم وصفت الفنون بشكل جدا جميل، قالت: فني هو عشقي وحبي ووجودي، النجاح لم يولد معي بل صنعته بنفسي. ضيفتنا اليوم من دولة عزيزة شقيقة علينا، دولة تونس الحبيبة لكن مقيمة في بلجيكا، ضيفتنا الفنانة التشكيلية الأستاذة سناء هيشري. حياك الله أستاذة سناء. حياك الله أستاذ عامر، مساء الخير وشكرا على الحوار الفني، وشكرا وشكرا للمملكة العربية السعودية التي تشجع الفنون، ومرحبا بكم في المرسم متاعي. الله يسلمك أستاذة سناء. أنا أعرف أنه أنت درستي في بلجيكا في بروكسل، يس. بدأت يعني فكرة أنك اخترتي الفنون التشكيلية، وفي أي جامعة درستيها؟ درست في المعهد العالي للفنون الملكي للفنون الجميلة في بروكسل، وبعدها مع قريت عند فنانين تشكيليين في فرنسا وفي بلجيكا، معناتها باش طورت أكثر المجال الفني نتاعي، كما قريت عند جيرار ديماتشو، قريت عند ميلام، عند فنانين تشكيليين كبار في أوروبا. ومن بعد عملت الستيل نتاعي، عملت مع انت حاجة تخصني أنا، وقعدت نعمل في اكتشافات في الميدان الفني نتاعي باش وصلت لحاجة معناتها مغايرة على اللي نشوفه فيه، مع أنا نسميها فني فريد، من فريد ومميز. انت تخصصتك خاطر هنشوفه الحين مع بعضنا انه فعلا لوحاتك تميزت باختلاف عن الشيء التشكيلي الطبيعي، خلينا نسميه اللي هو الريشه، انما انت برضو بنفس الوقت استاذه سناء يعني فنانه تشكيليه ومدربه فمعلمه رسم، صحيح؟ أي مدرسة فنون جميلة، معناتها نقري كل أنواع الفن، من رسم ومن نحت ومن الفنانة سناء، كم لك في الحركة الفنية التشكيلية؟ أنا عندي أكثر من 20 سنة في الميدان الفني، في الميدان الفني التشكيلي وفي التدريس كذلك، أكثر من 20 سنة إن شاء الله. ما شاء الله. احنا نبغى ناخذ شوي من وقتك، انت عرفتني يمكن شوي طماع من الفنانين، فحب اخذ معلومات اكثر عنهم. لاحظت انه فنك تميز بشيء مختلف، اللي هو بعدت عن مجرد سطح الريشه، اللي هو الرسم التجريدي العادي، وزي ما قلت في البدايه حبيت تسويه بطريقه جديده مختلفه. ممكن تعطيني فكره كيف سويتيها بالطريقه الجديده؟ أنا طريقتي معناتها ما نسميش متبعت من حتى من حتى من من حتى مدرسة، معناتها أنا نتسمى الفن نتاعي أنا اكتشفته في العالم. بالحق ما فماش معناتها تقنية اللي معناتها فما، هذه موجودة في العالم، أنا اكتشفتها، عملت اكتشافات وعملت تجارب في المرسم نتاعي، حتى تحصلت على معناتها تكنيك، على معناتها تقنية فيها خامات جديدة، حاولت باش نخلط عدة خامات، جربت ولين تحصلت على شيء معناتها يميز سنة هيشري في الفن التشكيلي. اجل كلنا احنا كعرب نفتخر عندنا فنانه عربيه الاصل انه ابدع. الحمد لله. الحمد لله، بالعكس اتشكرك. انا حتى اللي عرفته عنك استاذه سناء انك درستي بعض الرسامات، طبعا غير الموجودين في اوروبا، في العالم العربي جزء منهم في الامارات كانت. اي صح، درست في دبي، معناتها فنانين تشكيليين من سوريا ومن الامارات ومن مصر، وكذلك درست في تونس، درست توا في تونس معناتها، ودرست في بروكسل، الثلاثة بلدان هذوما درست فيهم. إن شاء الله يكون لك زيارة قريبة في السعودية ان ويستفيد شاء الله يا ربي، عندي شرف كبير ان شاء الله. بإذن الله. الله يسعدك ربي. أنا سبحان الله كل فنان له هويته وله رسالته، إيش هي هويتك الفنية؟
رسالتي أنا أول حاجة رسالة ديما نحطها رسائل أمل، رسائل حتى كي نبدأ في معناتها توا احنا البيريود هذه الوقت هذايا الزمن صعب حصل فيها الكورونا زمن الوباء، معظم لوحاتي كلها معناتها رسائل أمل وتفاؤل، وإن شاء الله اللي فما أفق جديدة جاية إن شاء الله بإذن الله. دونك ديما معناتها نحط نقطة رسالتي هي ديما رسالة أمل وتفاؤل في اللوحة نتاعي، وخاصة حاجات إيجابية اللي معناتها تجبد المشاهد، تخليه يقعد هكا يتفرج يحس اللي فما أشياء إيجابية معناتها كل سوا في معناتها في الألوان ولا في التقنيات ولا في اختيار الأفكار. أنا ساعات نقعد معناتها 4 أشهر أو 5 أشهر فقط لاختيار الفكرة نتاعي، نقعد فيها برشا وقت قبل ما معناتها ما ندخل في الألوان وفي التقنيات، نبقى مدة كبيرة باش تجيني الفكرة، ولا نقولوا احنا الإلهام، ولا لازم فكرة اللي معناتها تجبد معناتها تثير الدهشة وتثير الأسئلة عند المشاهدين وقت اللي يشوفوا لوحاتي. نحب ديما معناتها تكون لوحتي فيها هكا تساؤلات وفيها معناتها دهشة، هذيك الرسالة دي حاجة هكا تجبد ال. ما شاء الله عليك أستاذة سناء، أنا عارف واضح أنك مشغولة ما شاء الله، وأعرف أنك متزوجة حسب ما شفت في موقع الإنستغرام حقك، ما شاء الله عليك، كيف موفقة في الوقت بين زوجة أم معلمة وفنانة؟ الحمد لله متوفقة بإذن الله، كما ديما أنا نقول في كل الميادين، كل سواء في الميدان معناتها في تعليم صغاري ولا في البيت في الطبخ، ولا ديما معناتها فيها فن، كل حاجة نستعمل فيها فن، معناتها ما نجمش نعيش من غير فن، حياتي كلها في فن وابتكار وإبداع في كل شيء معناتها نعمله، لازم نخلي هكا نترك كما نقولوها بسمة اللي تميزني في كل شيء، في تربية أولادي الحمد لله يا ربي، في معناتها في الطبخ رياضة في كل شيء لازم تكون فيها معناتها لازم نخدمه بطريقة فنية. ما شاء الله عليك، الله يوفقك إن شاء الله. من أحد أعمالك الجميلة اللي جدا أعجبت فيها كان لك لوحة مخطوطات الكتابة ومستعملة فيها ثلاثة الأبعاد مع اللوحة الفنية، هي قديمة يمكن 2017-2018 إذا ما خابني الذاكرة في التاريخ. جميل جدا أنه حتى حضرتك في غربتك كفنانة تشكيلية عربية الأصل، نعم نتشرف كلنا فيك، إنما أنت أوروبية لما حافظتي على البصمة العربية على الهوية العربية في فنك، وهذا شيء جدا جميل. فكيف شكراً. فكرة أنك ربطتي المخطوطات العربية مع الفن الجديد أو الفن الخاص بالفنانة سناء؟ احنا نسميها كاليغرافي معناتها الكتابة، وأنا استعملتها بطريقة حديثة، الكاليغرافي ما استعملتهاش كيما معناتها ماهيش من اختصاصي، عندها اختصاصيينها يتسموا خطاطين، أنا أخذيتها واستعملتها بطريقة فيها حداثة، حتى الكتابة معناتها بطريقة معناتها تتماشى مع الخدمة مع الألوان اللي نحطهم مع التقنيات. قلت لك أنا في لوحتي وقت اللي تشوف أنت اللوحة نتاعي تشوف فيها عدة تقنيات، مش واحد ومش اثنين ومش ثلاثة، معناتها العديد من التقنيات، مثل اللوحة تبدأ طولها 80 وعرضها 80 سنتيمتر، في كل شبر من اللوحة ترقى فيها لوحة،
معناتها ما انا ما نحسبش لوحتي لوحه بركه، انا لوحه نتاعي ما شاء الله كل شبر لوحه، لازم اللي يجي معناتها يشوفوا لوحات المشاهدين لازمهم معناتها يشوفوا في كل مكان في كل شبر من اللوحه لوحه ولوحه ولوحه، وتبدا فيها عده قراءات وفيها عده افكار اللي معناتها تبقى معناتها تبقى عده ساعات باش تحلل اللوحه نتاعي. الحمد لله من فضل الله. لا بالعكس ما شاء الله عليك، يعني بالعكس فكره جدا جميله. الفن اللي حضرتك اخترتينه، اللوحه لها اكثر من رساله، وزي ما تفضلتي كل لوحه لها اكثر من جزئيه، فهذا شيء من الابداع. لانه ما هو السهل انك تسوين متعدد لوحه واحده فيها عده قصص وعده روايات. تمام اي صح، انت كده شوقتيني اكثر اني اجي اشوف اللوحات على الطبيعه يا استاذه سناء. اي مرحبا مرحبا بيك، تشرفنا في المعارض ان شاء الله. باذن الله باذن الله اكيد يكون لنا الشرف. ان شاء الله. خليني انا نطلع الحين نشوف اعمالك عن قرب استاذه سناء. اوكي. نحب هذه لوحه نبدا بها، اسمها وقار الصمت. هي تمثلني انا، لاني انا معناتها لا اجيد الكلام، اجيد الالوان والرسم. دونك نقول ديما لوحاتي هي اللي معناتها هي اللي تمثلني وتمثل احاسيسي. هو وقار الصمت اللي معناتها تمثلني انا، اللي انا اعشق الالوان واعشق الرسم اكثر من الكلام. بس هي كثير عليها كتابه، يعني ما ادري هل هي فرنسي او كتبتها بالفرنسي. انا كتبتها بالفرنسي اسبوار دون لي مومون ديفيسيل نو با بيردر لو فيل اي غاردي لسبوار، معناتها في الحياه الصعبه معناتها لازم نشدوا الفيل اللي هو الحبل اللي فيه الاسبوار، هو الامل. اه جميل. وكما قلت لك انا في لوحاتي ديما نحط حاجه فيها معناتها الامل. لوحتي هذيا اسمها يوم راحل وغد جميل، رسمتها في زمن الوباء زمن الكورونا. استعملت فيه اللون الأزرق اللي هو أيقونة لوحاتي في زمن كورونا، اللي هو يمثل معناتها الأمل، لون الأمل، لون الراحة النفسية. كما قلت أنا من الأول لوحاتي ديما نحط فيهم أكثر حاجة معناتها اللي ترتاح كي يخزر لها. وكما قلت لك معناتها لوحتي وقت اللي تشوفها فيها عدة تقنيات، وفي كل شبر من اللوحة ترقى لوحة أخرى. استعملت زادة الكاليغرافي اللي هو الكتابة الكاليغرافي. أنا ملاحظ أستاذة سناء أنه حتى في عندك يعني في جزئية اللي في الوسط اللي فيها العين الكبيرة، ومن ثم في جزئية ثانية اللي هي اللون الزهري تقريبا، لوحة ثالثة طبعا غير الكتابة العربية المخطوطات ما شاء الله عليك. وفي الأقصى يسارك فوق على اليمين في زي بحر، هل مضبوط ولا هو إيش هو بالضبط؟ استعملت ماني قلت لك أنا مزجت ما بين نحت وما بين الالوان. دونك هذوما نحت ما بين نحت حطيت ايادي اللي انا مثلت الايادي نتاع الاطباء اللي هما معناتها قاعدين معناتها يعملوا في اعانات ويفركسوا في هالدواء نتاع الوباء هذا اللي انا مثلته في الاسد هذا الوباء اللي ان شاء الله معناتها ان شاء الله تداخل كلكم.
بالعكس، جميلة ما شاء الله. الحين هذه فيها برضو جزئية من النحاس أستاذة سناء؟ نحت نحت. مش النحاس، نحت وفيها النحاس، هي عاملة كولاج. يعني الحين هذه مستعمل فيها أكثر من مادة بنفس الوقت، بين أكثر النحت من مادة، أكثر من مادة. أكثر من خامة. أي استعملت فيها كم عدة خامة؟ خامات، عدد خامات وعدد تقنيات. ما شاء الله على كذا، يعني تطلع هذه برضو ثلاثية الأبعاد اللوحة هذه لو أخذناها. سبحان الله دائما صوته ثلاثية الأبعاد، أي ثلاثية الأبعاد، الله. مزج ما بين النحت وما بين لوحتي هذيا، كوين اوف ذا جانجل، معناتها ملكة الغابة، 3 دي، ثلاثية الأبعاد. استعملت فيها كيف كيف، نحت فوق الكونفاس على طريقة جديدة خدمتها زيادة، حطيت فيها عدة تقنيات، وكيما ديما نرجع نحط لون الأمل ولون السلام، اللون الأخضر، حطيت فيه برشا لون أخضر، نحبه أن اللون الأخضر هو اللون الأزرق، واستعملت فيه عدة خامات وعدة تقنيات. ممكن نشوف عن قرب لو سمحتي استاذ سناء؟ أيه عن قرب، شوفوا عن قرب. الزاوية الثانية. أوه ما شاء الله، جميلة ما شاء الله ما شاء الله. المادة اللي استعملتيها أستاذ سناء في الشعر والجسم، إيش هي كانت؟ انا مع... انا هذيك هذيك سري، هذيك سري أتعلم منك، أنت مدرسة علينا. انا مدرس هذيك سري، وهذيك اكتشافاتي، وهذيك قالك اللي يعطاه سره وسر الواحد راهو مش ناجح. انا كيفش نعطي سري؟ انا دونك هذيك سري واكتشافاتي لمدة 20 سنة وانا نكتشف، وعملت معارض في دبي وحطيتهم ونال إعجاب، نال إعجاب الجميع. لوحتي هذه تحت عنوان فاصل بين عالمين، رسمت فيها باب. أنا معناتها منذ بداياتي أعشق الأبواب، ولكن أرسمهم بطريقة غامضة، فيها غموض، مش كما الطريقة اللي يرسموها الفنانين الكلاسيكيين اللي الباب يبدأ أزرق وواضح ظاهر. نحب ديما الغموض في الأبواب نتاعي. رسمت الباب وحطيت فيه دقاقة 3 دي، ثلاثية الأبعاد، نحت انه ما وراء الابواب فما اسرار وفما حكايات وفما عالم اخر. دونك انا معناتها مثير الاسئله معناتها للناس، انه وراء الباب هدايا ان شاء الله عالم جديد، عالم فيه الامل والسلام واحسن من الايامات اللي مضت ان شاء الله. عكس ما شاء الله، أبدعتي بالفكرة نفسها. وكل العادة معناتها في كل هي لوحة معناتها عرضها 80 وطولها 80، كل شبر نلقى فيها لوحة، وحطيت فيه استعملت الكاليغرافي وعدد التقنيات، حتى الإضاءة عملت فيها الإضاءة. جميلة جدا، جميلة جدا، الله يسلمك ربي، تسلمي. عايشك عايشك، ميرسي. لوحتي هذه كيف كيف، رسمت المرأة وأنا أعشق المرأة، جمالها وتقنية مختلفة عن كل الفنانين. كالعادة استعملت عدة تقنيات، الكاليغرافي ديما عندي موجود، نحب الكتابة ديما معناتها ديما وراء ظهرها، ديما هي اللي تحمل القضايا كل في البيت، في الشغل، مع الصغار، في العمل، حطيت في ظهرها هكا الحمل الكل اللي هي تحمله. ومن فوق كتبت معناتها كتبت لي كتيبة معناتها هي معناتها هي في حفظ الله، اللي المرأة معناتها عندها حكايات كبيرة وراء ظهرها. الله يعينهم، الله يعينهم، بالعكس الله، رسالة جميلة للمرأة، معبرة جدا فيها. حتى لاحظت أستاذة سناء
في الوسط في برضو عبارات في المخطوطات مضبوط؟ هاي الكاليغرافي الكتبة من الفوق من واحد ويمشي على الجنب كله، حتى كتيبة، حتى هنا، حتى مفتاح، مصورة مفتاح ديما عندي، لك المفتاح والباب ديما موجود. عكس فكرة نحب جديدة هذه المفاتيح، الموضوع. أنا نحب المفاتيح، حتى في المرسم بتاعي عندي عدد مفاتيح، نحب المفاتيح. الله يجددنا إن شاء الله، ما شاء الله عليك. هذه لوحتي الإنسان صورتها، ظهر الإنسان وقتش صورتها في المرحلة بتاع الحجر الصحي في زمن الكورونا، اللي هو معناتها كيما ترى بورتخي نحت لشكل تاع انسان عنده كم الكمامه، عملتها كمامه نسميها انوثه الكمامه، عملتها باللون الذهبي، استعملت فيها عدة تقنيات، ومن الفوق حطيت تقنية تاع البربر، هذه مثلثات هندسية بربرية تونسية، وحبيت معناتها نظهر المشهد اليومي اللي مر به العالم كل سنة 2020، اللي تبقى في التاريخ تنير عقبة الذاكرة للأجيال القادمة يشوفوا معناتها هذه، والله حق تحط في الميوزي، هذه بقعته معناتها في فيش نقولوا في المتحف أثري، باش يقعد في المتحف معناتها باش يقعد في التاريخ ويذكروا به الأجيال القادمة اللي احنا مرينا به من معناتها أزمة، إن شاء الله تمر بسلام يا رب. إن شاء الله، الله يديها على خير، ربي تستمين يا رب. إن شاء الله. فنانة سناء، أنا شاكرك جدا، أتحفتينا بمدحك فيك الجميل، بفنك المتغير الجديد، أتحفتينا بأسلوبك الرائع ولمساتك الجميلة. فبالعكس أنا أقول لك شكرا عن الفنانين العرب، كلنا فخر إنه عندنا فنانة تونسية بالموهبة الجميلة هذه. وكان لك كلمة جدا رائعة قلتي: النجاح لم يولد معي بل صنعته بنفسي. فأمل أنك تعطينا رسالة ملهمة للفنانين العرب اللي داخلين على الفنون التشكيلية. شكرا أستاذ عامر، صحيح النجاح لم يولد معي بل صنعته باكتشافاتي، وبمعناتها دائما أسعى إلى الاكتشافات وإلى الإبداع والتجديد، وأنا صعيبة معناتها نعترف صعيبة برشا مع الأعمال نتاعي، أني ما نرضاش يكونوا لوحاتي عادية، ومعناتها نحب ديما فيهم إبداع وفيهم حاجة متميزة عن الفنون الكلاسيكية اللي نشوفوا فيهم، ونحب ديما حاجة جديدة معناتها تجلب الاهتمام وتجلب الدهشة، بتاعت الدهشة كلمة للمبتدئين ومعناتها نصيحة لكل فنان داخل في الميدان، ميدان الفن الجميل نتاعنا هذايا، انه يرد فيه الروح ويرد فيه الجمال ويدخل في عالم اللي دخلت له انا، عالم الابتكار وعالم الابداع، وما يدخلش وما يبقاش فك ما يدخلش فك النفق نتاع التقليد وسرقة أفكار الفنانين. حقيقة كان كل واحد معناتها يجيب فكرة جديدة ويبدأ حاجة ويعمل ابتكار جديد، العالم الكل ولا معناتها يترقى، ومعناتها نعمل حاجة جديدة وما نبقاوش في التقليد وسرقة أفكار بعضنا. الله يسلمك، شكرا جدا الفنانة التشكيلية سناء. يعيشك يسلمك، وإن شاء الله كلنا لقاء قريب سواء في تونس أو في بلجيكا أو في السعودية إن شاء الله. ميرسي، شكرا. رعاية الرحمن.